المشهد الكويتي. عاشت الكويت عديداً من الأحداث السياسية المهمة خلال عام 2022، كان أبرزها إجراء انتخابات تشريعية مبكرة وتفويض أمير البلاد غالبية صلاحياته إلى ولي عهده، فضلاً عن تغييرات كبيرة في الحكومة. وأنهت الكويت عامها وهي في حال تبدو مستقرة إلى حد كبير بالنظر إلى تجاوزها أزمات سياسية واقتصادية كانت أكثر تفاقماً خلال العام الماضي. وكان تأكيد ولي العهد بتمسك الكويت بدستورها وعدم نيتها التدخل بأي شكل من الأشكال في الانتخابات النيابية التي جرت في سبتمبر الماضي، ثم غياب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم عن البرلمان بعد ترشحه أصلاً، ورحيل الشيخ صباح الخالد عن رئاسة الحكومة، من أبرز مشاهد السياسة الكويتية الداخلية خلال 2022. شهدت الكويت انتخاب مجلس جديد للأمة غلب عليه المستقلون، أي ما نسبته 54% من الأعضاء، وعودة المرأة مجدداً للبرلمان أي مجلس الأمة، فضلاً عن عودة السياسي المخضرم أحمد السعدون لرئاسة المجلس بعد غياب 10 سنوات عن خوض الانتخابات. وبناء على هذه التطورات تشهد الكويت ارتياحا شعبيا واستقرارا سياسيا كبيرا خلال النصف الثاني من العام، حيث هدأ الخلاف إلى حد كبير بين مجلس الأمة والحكومة، وهو الخلاف الذي أدى إلى حل البرلمان السابق ورحيل الحكومة. وتبقى قضية تدخل وهيمنة ولي العهد على الحكومة الجديدة عقبة في وجهة الاستقرار السياسي بالكويت. وفي ظل هذه الأزمة تبرز عدة سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول: الوصول إلى تسوية تحد من تدخلات ولي العهد وتوزع الصلاحيات بشكل متوازن بين الطرفين وتحفظ ماء وجه الجميع. السيناريو الثاني: إعطاء توجيهات واضحة من قبل الأمير بتمكين رئيس مجلس الوزراء من كافة الصلاحيات وتمكين هيمنته على كافة مصالح الدولة ورسم مصالحها وفق الدستور، مما يعني عملياً الحد من نفوذ ولي العهد. السيناريو الثالث: تقديم رئيس الوزراء الاستقالة فعلياً والاعتذار عن استكمال المهمة. المرجح هو السيناريو الأول بالوصول إلى تسوية داخلية. موقف الكويت من القضية الفلسطينية: هذه وثائق ومستندات ما يسمى بصفقة القرن، مكانها المناسب والحقيقي هو مزبلة التاريخ، والسلام عليكم. لم يكن قرار مجلس الأمة الكويتي البرلمان الصادر مؤخراً بالموافقة مبدئياً على تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل والأول من نوعه في مسيرة دعم الدولة الخليجية لفلسطين شعباً وقضية، فالعلاقات بين البلدين الممتدة لأكثر من 85 عاماً تؤصل لعقيدة سياسية راسخة داعمة للقضية الفلسطينية على طول الخط ومناهضة للتوغل الإسرائيلي. الاتجاه العام للعلاقة مع المقاومة الفلسطينية إيجابي وقابل للتطور، ولكن يحتاج لجهد من قيادة المقاومة لا سيما مع الحرية التي تلاقيها في الساحة وعدم التضييق أو غيرها من القضايا التي تحدث مع ساحات أخرى تعتبر.